تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أأنت مدلس مفوض مغال؟ الشهادة الثالثة تكشف. أولا، هل صار الشيعة كلهم مفوضة دون استثناء لأحد؟ بيننا وبينكم الكتب والرسائل العملية والمساجد والحسينيات والمراقد والمشاهد والمقامات والقبور ووسائل الإعلام. اقرأوا واسمعوا الأذان عند الشيعة. ثانيا، الشيخ الصدوق قد لعن المفوضة. كان الصدوق ابن بابويه القمي شاهد عيان على أن المفوضة قد دلسوا وابتدعوا الشهادة الثالثة في الأذان. في كتاب من لا يحضره الفقيه حذر الصدوق من بدعة المفوضة وفعلهم المخالف للشرع والدين. ثالثا، أكد الشيخ الصدوق على وجوب الالتزام بالأذان الوارد عن الإمام الصادق وأهل البيت وجدهم النبي عليه وعليهم الصلاة والسلام دون زيادة أو نقصة. حكى الإمام الصادق الأذان فقال عليه السلام: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. رابعا، بعد أن ذكر الأذان الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام قال الصدوق: هذا هو الأذان الصحيح، لا يزاد فيه ولا ينقص منه. المفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الأذان: محمد وآل محمد خير البرية، وفي بعض رواياتهم: أشهد أن علي ولي الله، ومنهم من روى: أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا. وليس ذلك في أصل الأذان، وإنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم في جملتنا. خامسا، هذا ما عندنا، فكن مع المدلسة والمبتدعة والمفوضة لعنهم الله إن شئت. لا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. المهندس الصرخي الحسني.